بعد الظروف الجوية السيئة ومستوى الإجهاد بين جميع الدراجين، قررت إدارة الرالي إلغاء المرحلة السابعة بين الرياض والدوادم، وبالتالي لن نرى إلا مشاركة السيارات والمركبات الخفيفة والشاحنة اليوم. لا أريد المخاطرة مطلقا، أعلم الوضع، أعلم ما نمر به، يمكنني رؤية التعب واضحا خاصة بين الهواة، لكن حتى بين المحترفين كذلك، ما يمثل إشارة تنبيه واضحة. لذا قررنا إلغاء المرحلة لفئة الدراجات وسنتركها مفتوحة للسيارات لأنهم لا يواجهون المشاكل نفسها. سيتجه دراجون إلى مخيم المبيت لبدء المرحلة الثامنة. اليوم كان قاسيا للغاية مع العديد والعديد من الساعات على متن الدراجة. فيما يتعلق بالسلامة، أعتقد أنه قرار جيد. قد يكون هناك حل جيد لو كانت المسارات جافة وبدون أمطار، لكن مع الأمطار فالوضع معقد. لذا أنا مسرور للغاية لأن المنظمين فهموا ضرورة أخذ استراحة. أنا مسرور بالفعل. دراجة هوندا ليسوا في الصدارة ويريدون دوما اجتياز المزيد من الكيلومترات، لكنني أتفهم. ليس هناك الكثير لقوله، مع كل تلك الأمطار بوسع التفهم. أحب المسارات القاسية، هذه النسخة تتحول حقا إلى نسخة قاسية من داكار. لست واثقا إن خط نسخة بمثل صعوبتها. سيكون أمامنا نصف يوم للراحة، إذ لا تزال أمامنا مرحلة وصل طويلة. ذهب الدراجون إلى مخيم المبيت في الدوادم اليوم من أجل استكمال المنافسات غدا مع المرحلة الثامنة. سيحكى ذات مرة في المستقبل بأن رجلاً شجاعاً واجه مشكلة في سيارته التويوتا في المرحلة السادسة من رالي داكار. خسر فرصة اللقب ولكنه لم يستسلم. وصل لخط النهاية متأخراً بخمس ساعات، إلا أنه استعد لخوض اليوم التالي وضرب موعد مع التألق. بالمقابل يبدو أن أودي تخوض نسخة أخرى للنسيان من رالي داكار، فقد تلقت ضربة موجعة من سحاب نجمها سيد داكار سيفون بيترونسال وخسارة المتدور الإسباني كارلوس ساينز لساعات كثيرة. لكن الرياح لم تسر كما اشتهت سفن أودي التي شاهدت تبخر أحلامها بين كثبان الصحراء. أعاني بعض الصداع ولا أشعر بأنني بخير، إذ لن أكون قادرا على الضغط 100%. سنرى، لقد أعطاني ناصر حبة سحرية. ما الذي حدث؟ تعرضنا لضربة قوية بالأمس. ستكون مرحلة اليوم غريبة بعض الشيء، لأن الدراجات لن تفتتح المسار، أي من دون بعض الآثار أمامنا. لذلك سأقوم بهذه المهمة، وهذا يعني بأننا سنخسر بعض الوقت. المشاكل لا تأتي فرادى لأودي في هذا الرالي، حيث تعرض ماتياس أكستروم الذي كان أحد أسرع السائقين اليوم لمشكلة في سيارته. كنت خلف زالا وكان هناك الكثير من الغبار أمامي، لم أتمكن من الرؤية وفجأة اصطدمت بصخرة. ماذا حدث للسيارة بعد ذلك؟ ثقاب وضرر في نظام التعليق، لذلك علينا انتظار الشاحنة. أرادت أودي المنافسة على اللقب، حلمت بها لأيام قليلة، فرحت بتصدر المراحل، ولكن كل ذلك اختفى بدءا من السادسة. يا لها من ضربة خيبة ونكسة. لازلت أعاني من بعض الصداع من الأمس، ولكنك تنسى كل شيء داخل السيارة. إيجاد نقطة المرور وحيدا قد يكون مستحيلاً أحياناً.
قام جيلا ولا بتجاوزنا، ولكن الملاحة كانت مخادعة وفجأة أصبحنا نقود إلى جانب ثلاث أو أربع سيارات معنا. كان سباقا كبيرا ولكننا كنا حذرين. جيرلا أنت مجنون. خسر الهولندي إريك فالون السيطرة على سيارته تويوتا مع وصوله للكيلومتر 99. تسببت الصدمة بفقدانه الوعي، إلا أنه استعاد بفضل جهود الفريق الطبي. يريد شيشيري أن يصبح أول سائق يفوز بداكار بسيارة هيدروجينية في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي عليه أن يكون سعيدا بالمركز الثالث. لم نره سابقا في المراكز الثلاثة الأولى، ولكنه يوم التغيير لفيدوتا سالا الذي حل ثانيا. ولكن الراجحي كان الأسرع ليحرز فوزه الأول هذا العام والرابع في مسيرته بداكار. لقد ضغطنا بقوة اليوم وانطلقنا متأخرين، قمنا بتجاوز السيارات وضغطنا بشكل كبير طوال الوقت. أعتقد بأننا قمنا بعمل رائع اليوم. لقد انقلبت السيارة في آخر مطب بالمرحلة، لا مارا، أمامنا الكثير من العمل. انطلق الراجح اليوم من مركز متأخر محققا الفوز بفارق ناهز 9 دقائق، بينما يتصدر العطية بطولة العالم للراليات الصحراوية أمام لوب. فريق ساوث ريسينج عمل كخلية نحل على مركبة تي 3 التابعة للسائقة الإسبانية كريستينا غوتيريز مع نهاية المرحلة السادسة. لقد بدأنا هذا الصباح بمشكلة كبيرة في السيارة، لهذا السبب دخلنا المرحلة متأخرين. بعد ذلك حاولنا الضغط وتجاوزنا بعض المشاركين. حصلنا أخيرا على مرحلة نظيفة بعد مشاكلنا الأخيرة. انسحب ميتشيل جوثري من آخر نسختين من داكار، ولكنه مصمم هذا العام على الوصول لخط النهاية والفوز بالمراحل. لقد حقق فوزه الثالث هذا العام، ولكن للأسف بات بعيدا للغاية عن صراع اللقب بعد مشاكله التقنية خلال الأيام القليلة السابقة. ذاق البرازيلي رودريغو لوبي دي أوليفيرا مرارة المرحلة السابعة بعد مشاكل مركبته الديفور كلفته خسارة صدارة الترتيب العام. هذه المشاكل صبت في صالح منافسه الليتواني روكاس باسيوسكا الذي حقق الفوز. تجاوزتنا سيارات عديدة مع الكثير من الغبار، لكننا تعاملنا مع الوضع بشكل جيد. فاز باسيوسكا بثلاث مراحل أكثر من أي سائق آخر في هذه الفئة، وهو بات المتصدر الجديد للترتيب العام. المركز الثالث في مرحلة اليوم كان من نصيب الهولندي مارتن فان دام برينك، حيث يجلس إلى جانبه ملاح وميكانيكي. لقد ضل طريقه في بداية المرحلة قليلا وخسر بعض الوقت، إلا أنه تمكن من التعويض في الكيلومترات الأخيرة. إليكم متصدر هذه الفئة أليس لوبرايس الذي خاض مرحلة سيئة بالأمس، بيد أنه قرر التعويض اليوم. مركزه الثاني سمح له بتوسيع صدارته في الترتيب العام إلى دقيقتين. لقد حاول اللحاق بالمتصدر، ولكن يانوس فان كاسترن كان الأسرع محرزا انتصاره الأول بإحدى مراحل داكار هذا العام. يتواجد الهولندي في المركز الثالث، ولكن على بعد 22 دقيقة من الصدارة. يبدو بأن معركة هذه الفئة محصورة ضمن المراكز الأربعة الأولى، ولكن أمام مارتن ماتشيك بعض العمل للقيام به. واجه الدراج الإماراتي عبد العزيز أهلي الذي سبق له تحقيق الفوز ضمن فئة الكواتس في تحدي رالي أبو ظبي الصحراوي مشكلة في داكار استدعت منه البحث عن المساعدة في وسط الصحراء، ولكن هل ستصل إليه يد العون؟ مرحبا، لدي مشكلة ميكانيكية لا أعرف سببها. حسنا، هل اتصلت بالمساعدة؟ لا توجد تغطية هاتفية هنا، لا أستطيع الاتصال بهم، لا تغطية. بهذه الطريقة انتهى حلم الدراج الإماراتي الموهوب باكرا.
ولكن الحلم مستمر لآخرين. نلتقي غدا بإذن الله مع المرحلة الثامنة.